حياكم الله مشاهدينا الأفاضل في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يمن ترند. نحلق معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة مع عدد من المواضيع التي كانت حديث الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم. الحاج علي محمد سعيد نموذج للعامل الأمين في عمله والصادق في تعامله مع الناس، نقل صورة طيبة، الصورة التي ينبغي أن يتحلى بها الجميع في كافة مؤسسات الدولة. الحاج علي عثر على مبلغ 6000 دولار و800 ريال سعودي سقطت على أحد المسافرين في المطار ولحقه إلى الطائرة لكي يعيد إليه هذا المبلغ. اعتقد المسافر بأنها ليست أمواله ورفضها، وبعد إصرار الحاج علي تفقد المسافر امتعته الخاصة وحقيبته الخاصة، حينها أدرك بأنه فعلا فقد المال. حاول منح الحاج علي مبلغ زهيد جزاء أمانته لكنه رفضها رغم حاجته الماسة لها، وخصوصا وأن راتبه الزهيد لا يكفيه على تلبية متطلبات الحياة الكثيرة له ولأسرته. هذه ليست المرة الأولى، فقد أعاد الحاج محمد علي سعيد أموال باهظة ومجوهرات ثمينة عثر عليها خلال الفترات السابقة، وتم تكريمه من قبل إدارة العامة لمطار عدن الدولي حينها. اليوم وفي هذه الصورة بالذات كانت لفتة كريمة، حيث أقيم له حفل تكريمي لأمانته التي أجبرته على المضي في طرق الحلال، وإن كانت هذه الطرق صعبة فقد كرم من قبل بنك التصنيف التعاوني والزراعي كاك بنك ومؤسسة الرابطة الاقتصادية، كم نحن بحاجة إلى أمثال الحاج علي ولهذه الأمانة رغم الظروف الصعبة التي يعانيها المواطنون في اليمن، إلا أن الأمانة متواجدة. تكريم مستحق لرجل أمين. الشاعر الشاب أسامة الرضي يبهر المتابعين بقصيدة شعرية خلال مشاركته مع الفلسطينية مرام والملقبة بفتاة النرد، وهي مقدمة محتوى فلسطينية أبدت إعجابها الكبير ودهشتها في كل بيت من القصيدة. هذه القصيدة مشاهدينا الكرام، وهذا المقطع تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الأيام الماضية. اليمن. اليمن. نعم. أول مشاركة لدينا من اليمن. أهلاً وسهلاً. حياكم الله أستاذ. لدي طبعاً مشاركة، ومغزى مشاركتي هو أن أسمع ملاحظاتك ورأيك أيضاً. نص من كتابتك. نعم. طيب أتمنى أن لا يكون النص طويلاً. إن شاء الله. إن شاء الله، تفضل. طبعاً عنوان القصيدة هو من أنا؟ خيال الليل يسكن في رؤايا، وخيل الصمت تسهل في دجايا، صراخ الآه يصخب في فؤادي، وكل الحزن يخلق من أسايا. سؤال كشر الأنياب نحوي ويسألني بعنف من أنا يا؟ يعاتبني ويضنيني بماذا، ويسأل من أنا ولما عنايا. يحاول مقتلي ويريد صلبي، فأهرب نحو أحضان المرايا. أيسأل من أنا وأنا سؤال تذيله القنابل والشظايا. أنا طفل وعمري 1000 عام، وليد غدي وأسكن في سبايا. أفتش داخلي عني فأحبو إلى أمسي ولا ألقى خطايا. أنا جفن ضناه الدمع نعيا، أنا الطوفان يعبر في حشايا.
أنا الموؤود في رمس الأماني، أنا حلم تغازله المنايا، أنا ابن الريح والأمطار أمي، وخلف الغيم تنطرني الحكايا، أنا وطن تؤرقه دموع، جفاف الأرض يسقى من بكايا، أنا لون سماوي حرون، أكابر أن أعيش بلا سمايا، أنا نجم تؤرقه الليالي، أنا ركن حبيس في الزوايا، أتعرفني لتقرأ صمت بوحي؟ أتدرك ما تخبئه شفايا؟ أنا عني فقيد لم أجدني، وتحملني كما طفل يدايا، أواري داخلي أوجاع قومي، وأحمل فوق أكتاف الضحايا، خفافيش المساء تنال صبحا، وصبحي ما تحزنا في مسايا، وصبحي ما تحزنا في مسايا. سلامتكم. الله الله، خليك وين رايح؟ في الدوري اليمني لهذا العام والذي توج به مؤخرا نادي أهلي صنعاء بعد فوزه على فريق التضامن من حضرموت بهدفين نظيفين. في البطولة كان الجمهور الحضرمي حاضرا وبشكل ملفت وله نكهة خاصة، رسم أجواء حماسية جميلة بأغاني وأهازيج شعبية خاصة عكست حب وشغف أبناء حضرموت للرياضة. جمهور التضامن مجانين، خلونا نشوف. اليوم كانت مباراة الذهاب نصف النهائي للدوري اليمني لكرة القدم ما بين نادينا تضامن حضرموت وضيفنا وهلب صنعاء. نحن عاشقين هذا النادي تضامن الشري، انا والعائله كلها الاخوان والاولاد كلنا عايشين تضامن، وهذا تضامن حتى ما يرتحل اليوم اللي نشتغل فيه اوف التضامن، هذا عشقنا الاول والاخير، حتى ما يمشي لن يمشي وحيدا ابدا، التضامن لن يمشي وحيدا. انتهت المباراه 0-0، نادي شعب حضرموت ونادي تضامن حضرموت، انتم ممثلين حضرموت، كلنا معاكم، لن تمشوا وحيدا. الوزف نوع من أنواع الأسماك الصغيرة ويمر بمراحل مختلفة حتى يصبح جاهزا للأكل، فبعد اصطياده يجفف ويطحن وله استخدامات عديدة في الأكل، فالبعض يأكله دون إضافة شيء والبعض الآخر يضعه في العصيد والبعض في الشعير والذرة وغيرها من الاستخدامات. الوزف يباع بكميات كبيرة في الأسواق الشعبية، وتجد بعض المغتربين من أبناء محافظة تعز يجلبونه معهم إلى بلدان اغترابهم، ومع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد أصبح هذا الوزف وجبة رئيسية لكل الناس يهربون إليها بسبب غلاء المعيشة، لكن سعره في الأيام الأخيرة ارتفع بشكل ملحوظ حتى بدأ الناس يتساءلون هل سيبقى الوزف وجبة الفقراء؟ تشاهدون مشاهدي الكرام هذا الفيديو لحظة اصطياد سمك الوزف، الوزف من البحر يؤخذ ثم يجفف وله استخدامات عدة كما تحدثنا.
جمال اليمن بوديانها وجبالها وسهولها وقلاعها وتاريخها ومناظرها السياحية جعلت هذه المناظر الطفل اليمني الصغير يتغنى بالجو اليمني، ويفضل هذا الجو على باريس وأوروبا وغيرها. لقب هذا الطفل بأصغر مروج سياحي في اليمن. صباح الخير، بشبشروا الجو الحالي، بشروا أمانة، بيقولوا لك جو باريس وجو أوروبي، يا جو يمني يمني، تقول الله من باريس وأوروبي، منين؟ ناس عمي برج إيفل ولا قصر ولا سيارة، ما أجمل الصبح في ريف اليمن حين نطلع، المهم لا تنسى لايك ولا شوف مجنون كذا. قوبلت بارتياح واسع قبائل عبيدة ومأرب الوادي توقع وثيقة بهدر دم أي مخرب أو قاطع طريق. وقعت قبائل عبيدة وقبائل مأرب الوادي وثيقة بهدر دم أي مخرب أو قاطع طريق يعتدي على المنشآت النفطية والغازية أو يقطع الطريق طريق المسافرين. حملت هذه الوثيقة التي نالت استحسان المجتمع اليمني بشكل عام توقيع كبار مشايخ قبائل عبيدة والوادي، تعهدوا فيها بالوقوف إلى جانب الدولة ضد المخربين والمعتدين على المنشآت النفطية والغازية أو من يقطع الطريق. كانت الطرقات تشهد الكثير من عمليات التقطع للمسافرين خاصة القادمين من المملكة العربية السعودية. مدرسة ابن سينا في التواهي بعدن من أعرق المدارس. المدرسة أغلقت لفترة ثم رممت وأعيد افتتاحها مؤخرا، وهي ما زالت بحاجة إلى الكثير من الأشياء التي تسهل العملية التعليمية فيها. مناشدات من قبل الأهالي في التواهي إلى الجهات المعنية لتوفير ما تحتاجه هذه المدرسة من شبكة طاقة شمسية بسبب الانطفاء المتكرر للكهرباء، وخاصة ونحن قادمون على الصيف، وأيضا مظلة لساحة المدرسة وإضافة عدد من الكراسي للفصل والفصول المختلفة داخل المدرسة للتخفيف الزحام بين الطلاب. يا جماعة احنا جينا بمطلب حقيقي عشان هذا الجيل المساكين. السلام عليكم. مرحبا يا جماعة، أنا في مدينة التواهي الجميلة في مدرسة ابن سينا العريقة بالتحديد. هذه المدرسة اللي عانت كثير وطلباتها كثيرة جدا، وطبعا في قصور من الجهات المعنية. تعالوا نتعرف على أهم متطلبات هذه المدرسة ونشوف مع بعض. هذه المدرسة يا جماعة، الله البداية مش عارف كيف يا جماعة، طلاب جالسين يدرسوا الهواء الطلق بسبب عدم وجود الكهرباء، صح؟ كهرباء ما في كهرباء، طاقة شمسية ما في، يعني لما تطفي الكهرباء تطفي الحياة، يطفي التعليم، يتوقف شريان الحياة. هذا احنا فيها من البر طبعا. هذه هي المدرسة بالتحديد، مدرسة طبعا فتحوها شباب التواهي الله يحفظهم. 20 كرسي مثلا، 25 طالب، فالطلبة داخلت الصفوف يستعب 61 طالب. إحنا الصفوف داخلت أغلق 61 طالب، كيف يجلسوا الطلبة؟ بعضهم الطلبة داخل جالسين في الأراضي في الأرض، أيوة، بعض الطلبة أخذ الكراسي، يعني ازدحام. طبعا هذه بداية لقيت قطرة يا جماعة، هذا شوف الصف واحد هذا والله يا جماعة، هذا المدرسة قدامكم، موقعها في وسط المدينة، موقع استراتيجي مهم جدا. مثلا أولا استكمال البناء لأنه عدد الطلاب لم تسمح بعدد الصفوف الموجودة. شوف هذا هذه فترة الظهيرة، بده يجهز العمدان. فترة الصباح بيكون يمكن المرحلة ثلاثة شعاب. كل صف كم استوعب؟
واللي صاف عندي بالظهيرة يمكن أقل حاجة 58 لكن بالصباح 82 طالبة بالصف. وكحاجة مهمة لازم حاجة مهمة استكمال البناء عشان تقع المرحلة يعني المرحلتين مع بعض اثنين الآن تعب عليهم أسكر مدرستين استكمال البناء والطاقة الشمسية الطاقة الشمسية والمظلة نشتي العيش بأمسة كم فيها ديوان دحسن لازم نصلح القواعد وكمان نشتي أهم حاجة الأمان الأمان تأمين المدرسة هذا السوق هذا عند السلام قد قل لي فعشان يمتحنوا هذه الصفة بعدين يدخلوا بعدهم هؤلاء لأنه حماء كما تشوفوا ما فيش طاقة شمسية عندهم لما طفل كهرباء بيكون حماء جدا لكن هؤلاء اللي قدامكم الأطفال بيقولوا بيوصلوا لكم الرسالة إيش هو مطلبهم إيش المطلب الأول يا شباب يا بنات بيشتروا طاقة شمسية اثنين المظلة يا جماعة محتاجين المظلة هنا في الشمس وكيف تحرق الدنيا ثلاثة يشيل مبنى يستكمل عشان في صفوف كثيرة وإيش رابع حاجة القطيفة مع إيش شجوال شجوال شي كبة شيلوا مكان هنا يلعبوا الأطفال بدل هذا الزفلت اللي قدامكم قطيفة عشبية للأطفال يستاهلوا والجهات اللي بتسمعنا الآن إن كانت جهات مانحة أو جهات مثل اختصاص بالدولة لقبوه بأبو بكر الصغير لطريقة غنائه وتقليده لأسطورة الغناء الفنان الكبير الراحل أبو بكر سالم بالفقيه الفنان الشاب سياف الحرازي يحظى بمتابعة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتلقاها فيديوهاته رواجا كبيرا نشاهد مشاهدينا الكرام هذا الفيديو للفنان الشاب سياف الحرازي وزميله رحيم فدعق على عينه وعين الحاسد الواشي معاك أيوة على عينك أيوة أيوة على عينك أيوة على عينك أيوة على عينك ألا أنا ما زلت من فوق الثريا والسماء ولا أعرفك وينك وينك عجب مالي أراك لا تعادينا بلا حجة وتظهر لي جفا ذا إيش لي جالك قولي ما عزلك زوف الهوى صيره ولا تسقي من ماك لا تسقي الطفل إمام منصور الذراعي من أبناء محافظة ريما مديرية الجبين باع دراجة والده النارية لكي يرفع علم اليمن عاليا في مشاركاته في بطولة العالم للكاراتيه البطل الصاعد حصل على المركز الثاني على مستوى العالم العربي في البطولة التي أقيمت في الإمارات العربية رغم الصعوبات التي واجهها هذا البطل ومر بها ورغم أنه كان يعاني اقتصاديا باع دراجة والده النارية من أجل السفر إلى مقر البطولة في دبي وقدم كل ما يستطيع من أجل أن يرفع ويحصد هذا المركز إلا أنه لم يلقى الدعم والرعاية كم نحن بحاجة إلى دعم ورعاية مثل هذه المواهب من قبل الجهات المعنية في بلادنا فهم من يستحقون الدعم نظيرا لما يقدموه ولما يمتلكوه من مواهب We'll be right back.
في مصر كان الطفل اليمني محمد فهمان حمادة يحتفل بإنجاز كبير لليمن، أيضا بفوزه بالميدالية الذهبية في بطولة القاهرة للكاراتيه وتحقيقه المركز الأول، إنجاز مشرف أثبت من خلاله أنه يمتلك موهبة كبيرة، وأيضا امتلاك بلادنا للمواهب في شتى المجالات. ألف ألف مبروك لمحمد فهمان ولكل مبدعين اليمنيين ولكل المواهب اليمنية في مختلف وفي شتى المجالات. الفنان والرسام التشكيلي عامر اليافعي أعلن عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك عن مزاد للوحته الفنية لصالح مشروع طريق ذي ناخب المحجبة، حيث قال: وإنني ومن هنا أعلن المزاد على هذه اللوحة الفنية وأقدمها كمساهمة مني ورافدا لمشروع طريق ذي ناخب المحجبة. وأعلن أن المبلغ الذي سيصل إليه المزاد المعلن لهذه اللوحة الفنية سيكون رافدا لرصيد العمل الخيري لصالح طريق ذي ناخب المحجبة لوجه الله الكريم، راجيا من المولى عز وجل أن يتقبله مني، متمنيا أن تلقى هذه اللوحة الفنية قبول ورضا واستحسان الغالي والوالد الشيخ محمد سالم الكهالي، وأتمنى أن يعطيها المتنافسون حقها كونها لوحة تجسد شخصية لها في قلوبنا جميعا حب واحترام وتقدير، وبنفس الوقت سيصب ريع هذا المزاد للعمل الخيري الذي تبرع له بمبلغ تكريم الوالد محمد سالم علي الكهالي، وهو طريق ذي ناخب المحجبة. تحياتي وتقديري لكم مقدما، محبكم الفنان عامر العامري. طبعا تم المزاد على هذه اللوحة ووصل المزاد إلى 12 مليون ريال يمني لصالح طريق الشيخ محمد سالم الكهالي بعد أن رسى المزاد العلني على الشيخ حسن الكهالي. هذه اللوحة مشاهدي الكرام التي تشاهدونها على الشاشة هي اللوحة التي كان عليها المزاد، والتي طبعا بحسب الفنان والرسام التشكيلي عامر اليافعي ذهبت لصالح طريق ذي ناخب في يافع. حرب إبادة ودمار وحصار وقنص وقتل، كل حي يتحرك داخل غزة، عدوان بربري يقوم به جيش الاحتلال الصهيوني بحق فلسطين وشعبها. ملامح بطولية وشجاعة منقطعة النظير لا تفرق بين مقاوم كبير أو صغير، طفل أو امرأة أو شيخ عجوز. هنا مشاهدينا الكرام صورة لشجاعة ممرضة فلسطينية وهي تخترق الموت لإنقاذ جريح استشهد لاحقا سقط برصاص الاحتلال الصهيوني. الدكتورة أميرة محمود العسولي هي البطلة، بطلة من أبطال غزة. قاعد على اي بس مرجعوا محمد، عنده وحوش. دكتورة أميرة محمود العسولي، سجارتني سوي لهذا، كنت بعمل في مجمع ناصر ودلوقتي متقاعدة مبكر، ودلوقتي متطوعة من الناس الصامدة في مجمع ناصر ضمن الطاقم الطبي. أول شيء إحنا رسالتنا معروفة، يعني من يوم ما تخرجنا وإحنا قسم إنه أي إنسان بيحتاج أي مساعدة واجبي إني أنا ما أدور على نفسي وأدور على إنقاذ الآخرين. هذا مدبلج في عقولنا، يعني مش شيء جديد. إنه استشهد واحد تحت شباكي ونزلت تحت على أساس أساعده، لقيت الدكتور محمد أبو لحية جاي برضو إنه هو يساعده ويطلعه، وطلعنا مع بعض ووديناه. للأسف اكتشفنا أنه هو استشهد.
بعرف انه كاين لكم فتره يعني انكم بتحاولوا انه تطلعوه، بس عشان كواد كابتر خايفين من القصه هيك. سبحان الله ربنا نزع الخوف من قلبي. اذا بحس انه في حدا محتاج اي مساعده مش راح افكر في ثانيه في نفسي، راح افكر في اني انا انقذ الناس. القناصه اللي قنصت الشاب اللي كان تحت وقنصت انه وجهت مباشر مش كواد كابتر، هذا قنص مباشر اتجاه مبارك واتجاه المجمع ناصر. وربي سطر علي، وبدل ما انها تجيني رصاصه اجت في الشهيد اللي والله حضرته وسمعته بقول بينطق الشهاده. وش من غزة لحمص أحزان، اختلف المسبب وتوحدت النتيجة. ففي حمص يعاني النازحون أوضاعا صعبة في ظل البرد والجوع. هذه طفلة من حمص تحكي واقعا صعبا لم تستطيع أن تمتلك نفسها، وسط دموع تعبر عن ما يعانوه أهل حمص في خيامهم. قد أنت ما بتزعل حالك، أنا بزعل أكثر. واحد ما بيحسن يزعل على أهله، والله ما بيحسن يخبي الدمعة بعيونه. انحرق قلبي من جوا، يا الله شو بدي اعمل؟ لا اعمل والله العظيم ما عم بحسن. اتمنى اروح من هالحياه كلياتها، الموت احسن من كل هالعيش، والله احسن. طلع والله اغراض ابويا اللي بس راح كل شيء، ما تم عنا شيء. كان في 300 دولار بجيب ابويا، بدي اروح يجيب عربايه ومشان نشتغل. والله ليره ما في هلق في البيت لنجيب مصروف على البيت. شوفت عينك، هلق امي بدها تروح الدكتور، ماما معها صارت تروح تشفي حالها. شو بدي اعمل؟ انا ما لي غير ابوي وامي واخواتي بهالدنيا بس. صحيح ما ان غير الابهات والامهات بهالدنيا، والله ما ان غيرهم يا عمو. صحيح كل شيء راح وكل شيء شيء، بس قدرة رب العالمين شيء مكتوب وصاير بدي يصير. وبنتمنى انه يصير عنا سقف احسن من كل هالجوادر، لانه خواتي كل الليل مو عاملنا، لانه بيشوفوا هالجوادر وما بيستجروا يناموا كل الليل، ونحن سهرانين وندعو وبنصلي. والله يا عمو ما يتم عنا شيء، هاي اميتي اكثر شيء. والله حزينا كالتي قطعت يديها ولم تحفل بيوسف أو تراه. أرى وطني وهذا الحال يكفي لأن أمضي إلى بلد سواه. تعبت من الوقوف على حياة مدببة بها تحنى الجباه، ومن سفر طويل في الأمان، ومن أمل يقول وما عساه. إذا انتثرت بلاد الحر عقدا على عبد يضيع الاتجاه. أنا المنسي في طرق التهاني، أنا المنسي في طرق التهاني، غدا أضحوكة حتى أساه. أريد الآن سطرا هامشيا ولو في آخر الدنيا أراه. إلى اللقاء. والوجع فينا وصل بالأهل الآخر، ولا ندري من الرابح ومن فينا هو الخاطئ. وينشدنا نخبي دمع غربتنا برغم ان الألم ظاهر، ونضحك ضحكة الخباب ما حد بيننا شاطر. تعبنا والوجع فينا وصل بالآخر.